قبل لا نبدأ، إيش سر هذه الوسامة والروح والشبابية؟ عطنا السر بس. والله أول شيء هذه نعمة من رب العالمين، والإنسان دائما شكل الخارجي هو بالنسبة لي بيحلي المضمون الداخلي. ولما تكون من الداخل أنت عندك سلام داخلي وعندك ارتياح نفسي وعندك مرتاح مع حالك ومع الناس، أكيد هذا بيظهر من خلال عيونك، وأنتوا كعلمين بتعرفوا هذا الموضوع. فدايما هو الإنسان داخله بيعكس على خارجه، وقد ما بتكون روحه حلوة قد ما هو بيطلع نعم صحيح قريب للناس وحلو قدام الناس.